هذه التظاهرة الثقافية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس. نظمنا هذا اللقاء بالتنسيق مع منتدى جذور للثقافة الجزائرية والمركز الثقافي الإسلامي، حيث أشرفنا على أنه نجمع النساء المنتجات اللواتي يبدعن في مجالات كثيرة. عدد المشاركات لحد الآن هو وطنيا ومحليا وصل حوالي أكثر من 30 مشاركة، من بينهم حوالي 7 أو 8 خارج الولاية، قسنطينة، عنابة، باتنا، جيجل، غردايا، توغورت، يعني هؤلاء النسوة اللواتي تحملن مشاق السفر وأتينا من أجل إبراز منتجاتهن داخل الولاية.